انا بدعو الناس للنزول بقوه بكره وبكثافه بكره للتعبير عن الامرين، عن رفضهم للتطويل غير المبرر في الاجراءات الذي يؤخر انتقال السلطه للمدنيين، وده امر لا يقبله الشعب. الامر الثاني للتعبير عن اقرارهم لالغاء قانون الطوارئ اعتبارا من بكره، بكره يسقط قانون الطوارئ ونعلن انتهاءه بالضبط. ف ده الامرين اللي احنا عايزين الناس لهم بكره ان شاء الله.